نظرا للظروف المريرة التي تمر بها البلاد، فمرار بمرار قررت أنا حموكش الأصلي، وأنا في كامل قواي العقلية أن أتخلى عن عزوبيتي وراحة بالي واتلم واتجوز. لذلك فأتشرف بدعوة سيادتكم لحضور عقد قراني على الآنسة فوزية بنت تهاني، واحدة من أشرف كريمات العائلات. أرجو من سيادتكم الحضور للمشاركة في هذه الجريمة التي سأرتكبها في حق نفسي والمجتمع. هتقول الكلب ده بيدور عليا، بيدور عليا. حبيبة زمولكس،